السلام عليكم وأهلا بيكم في عالم أمان. يا رب حبايبي تكونوا بخير. بكوباية دقيق تعالي نعمل 10 لتر بريل مركز برغوة عالية، أحلى صابون سائل لإزالة أصعب دهون الأطباق. بجد النتيجة هتبهرك ولسه هيتقل تاني، وكل ما بيقدم عندك بيتقل وبتزوديه لغاية لما يبقى 10 لتر صافي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، فعالي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، ولو عاوزة تدعميني قولي لكل حبايبك على قناتي واعملي شير للفيديو ولينك قائمة التشغيل بتاعت المنظفات والصابون، جميع أنواع المنظفات بتاعت القناة هسيبلك اللينك في صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين الصابون لونه جميل والقوام بتاعه في منتهى الجمال، رغوة عالية جدا، وهنعرف سر الرغوة في الفيديو ان شاء الله. الصابون يعجبكم تنسوش اللايك. زي ما احنا شايفين كده حلو جدا، وبجد طريقته سهلة وبسيطة جدا، وهنعمله في دقايق، مش صعب خالص. قوام تقيل جدا ومركز جدا. بريل عملتيه بايدك في البيت من مفيش، اول حاجة بتجيبي طبق غويط بالشكل ده وبتبتدي تحطي. النهاردة هنعمله بكوباية دقيق. المعلقة اللي معايا كبيرة، بس انا معايا 2 معلقة كبار وشايفين مليانين قوي منها، بتعادل كوباية كبيرة من الدقيق، لان المعلقة دي بتاعت طقم عندي، فهي بتاخد 2 معلقة من المعالق الكبيرة العادية بالشكل ده. هحط لتر من المية وهدوب الدقيق بتاعي. ممكن في الاول ما تحطيش اللتر كله، ممكن تحطي مثلا 2 كوباية من المية لحد ما تدوبي وتتحكمي في الدقيق، وبعد كده تكملي اللتر زي ما انت عايزة. وقلب كويس جدا جدا عشان الدقيق لازم يدوب كويس علشان يبقى جميل معايا في الصابون. دلوقتي انا بعمل التكسابون او الجل اللي بيديني قوام للصابون، وبنعمله النهاردة بالدقيق بطريقة بسيطة جدا، وهنشوف ازاي وقد ايه هو جميل. هحط 2 معلقة كبيرة من البطاس اللي هو الكونتور في بعض البلاد في 1/2 كوباية من المية، وهقلب كويس جدا وادوبه كويس، ودي اهم خطوة تعمليها. ولو اول مرة بتتعاملي معاه البسي جوانتي وحرصي على ايديكي والبسي كمامة بالشكل ده عشان الابخرة اللي طالعة منه ما تضرش صدرك، وقلبي كويس جدا. طبعا احنا لما بنحطه على المكونات بيتصبن وبيصبح صابون ما بيضرش ابدا. الخطوة دي بس في تدويب البطاس هي اللي خطر، بس كده. زي ما احنا شايفين اهو اللي بقوله، يعني اول ما نزلت البطاس المتدوب في المية على المكونات على الدقيق اللي انا مدوباه اصبح ايه؟ جل لزج وتقيل جدا، ومحتاج 3 لتر مية عشان اعرف افكه. عدوا بقى اللترات، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك. بالشكل ده هقلب كويس جدا، وهبتدي طبعا اخفه بالمية كده، ما ينفعش خالص اني اعمل بيه اي مكونات تانية فوقي. فهبتدي احط المية بقى وايه، وفك الصابون اللي اتكون معايا او الجل ده. ده اول صابون اتكون معايا. الجل ده عبارة عن ايه؟ عن القوام الجل بتاع اي صابون وبتاع الصابون اللي اتكون بالشكل ده مع البطاس اصبح صابون. بفكه بقى بالمية زي ما احنا شايفين كده لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عاوزه. خدت بقى 2 لتر، خدت 3، خدت 20 لتر، المهم اوصل للقوام اللي انا محتاجاه بالشكل ده. انا مش هخفه قوي لغاية ما احط بقية المكونات واشوف الصابون بتاعي هخفه ازاي، او لو مش عايزه اخفه مفيش مشكلة خالص، بحط نقطة ونقطة وبزودها زي ما شفنا في الفيديو. هحط بقى دلوقتي 1 كوباية من الصابون السائل، اي نوع صابون، بريل عندك صابون رخيص مفيش مشكلة، ما تكلفيش نفسك، اي نوع صابون هيمشي في الوصفة بتاعت النهاردة. هقلب كويس جدا جدا. اللون حاسة فتح شوية، عايزة تحطي لون ماشي،
هتجيبيه من عندي بتاع المنظفات اي لون يعجبك. مش عايزه تحطي لون يبقى بتكتفي باللون دوت، وهو برضو مش وحش، اخضر فاتح جميل. هحط معلقه كبيره من الكربوناتو، طبعا بكتب على الاكياس وانا شارياها عشان ما تلخبطش على المكونات، يبقى انا عارفه كل حاجه مكتوبه عليها. هحط معلقه كبيره من الكربوناتو بالشكل ده واقلب كويس جدا عشان يدوب معايا كويس. بعد كده معلقه كبيره من السكر، طبعا السكر هنا بيعتبر جليسرين طبيعي وبيعلي الرغوه جدا، وكمان بيحافظ على ايدي. لو ما عندكيش جليسرين تقدري تكتفي بالسكر، هو برضو هيحل محل الجليسرين، هيكون ناعم على ايديكي وكمان هيدي رغوه عاليه جدا للصابون. زي ما قلت لكم كده انا حسيت ان اللون فتح، فانا عندي لون مفيش مشكله، هحط نص كوبايه ميه وادوب فيها حوالي ربع معلقه من اللون بالشكل ده. هقلب كويس جدا وادوب اللون قبل ما احطه على الصابون، لازم ادوبه بميه الاول بالشكل ده، وابتدي احط حبه حبه واقلب. هياخدهم كلهم، مش هيكون وحش، هيكون اللون حلو. انما لو لقيتيه لون هيبقى مثلا جامد قوي فمش مشكله، ممكن تحطي نص الكميه دي بس، يعني حسب ما انت عايزه، في حاجات بتبقى لذوقك انت بالشكل ده. اللينك بتاع القايمه بتاع جميع المنظفات اللي عملناها في القناه، والصابون القطع الصلب البلدي وكله، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله تحت الفيديو. وفي عندي جليسرين تقدري تستغني عنه لو انت مثلا احنا حاطين سكر مفيش مشكله، بس انا عندي جليسرين حطيت حوالي ايه معلقه صغيره من الجليسرين. طبعا بقى صابون عالي الجوده، بس معاكي صابون عامل ازاي، حاجه كده تحفه من الاخر. استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ دعوه حلوه كمان. نشوف بقى الصابون كده في الطبق، نجربه. شايفين التقل عامل ازاي نازل ازاي؟ شايفين؟ هبتدي احط شوية مية عشان اخففه، هو ده اللي انا بقوله بقى، احنا نحطه مركز وبعد كده نخفه كل ما نيجي نستخدمه. وعلى فكرة هو لسه كل ما هيقعد كل ما هيتقل اكتر، وهتحتاجي تزودي اكتر، فبدل ما الازايز تبقى كتيرة جدا عندك اعملي زي انا، هحط نقطة كده زي ما احنا شايفين كده في الطبق، وبتديني كمية كبيرة جدا، بريل بريل مش اي كلام، زي ما احنا شايفين كده الرغوة عالية وكثيفة جدا، يعني رغوة تقيلة، مش رغوة كده وخلاص. شايفين المنظر جد جميل وتحفة جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب تعملوا شير للفيديو.